إيه من النار يعني من الحر. يقول ما فائدة أن تتركني وحيدا وتعود عندما أبتسم، أن تتركني في مواجهة الأسى والألم وتعود حينما أتجاوزهما بالتعب والمعاناة؟ ما فائدة أنا بجانبك بعد التعافي؟ وما فائدة آسف بعد شهر من الخصام؟ وما فائدة فخور بك إذا لم تشاركني معاناة الوصول؟ لا فائدة تأتي من كلمات باردة في غير وقتها. بالرغم من الحب الكثيف الذي أحمله في قلبي، إلا أنني في النهاية لا أهاب خسارة أي شيء، لأنني أفهم جيدا أنني لا أفلت يدي من شيء، أنني لا أفلت شيئا من يدي قبل أن أهدر في سبيله قلقي وكامل شعوري وحشد غزير من محاولات الحفاظ والبقاء. لذا فإن كل ما يتسرب مني لا يملك مهارة العودة أو استرجاع شغف الأول به. تعبت أشوفك في الأخير، هذه أبيات أذكرها مهلي. تعبت أشوفك في الأخير حتى دروبي تقلصت، سولفتك بصدري كثير لين السوالف خلصت. الله ما عاد بدري.